ومنزله ليس فيه الكهرباء كخصوصا لحزب معين في ولايتين في ولايتين. وأنا الآن منزلي يفتقر إلى أبسط الحقوق وهو رفض منزل بالكهرباء. وأشكر أول حس لرا روح فهم العائلة نور بن تيكي هو حزب مجموع وطني في العشر. ما أكبر شي واحد يدينا غادي نعاوني غادي نهرني غادي نعطي الله اللي كيعاون، ولكن هاد الحزب هذا هما قالوا لي وغالية عندي ماشي غير وحدة اللي كاينة، ولكن كاين بزاف، ولكن هذه غالية عندي وقسم لك يمينا إلى أول ميدالية كنشدها في نصف ماراثون ديال الرباط ديال الجامعة الملكية غادي نهديها للسي عدي خصو لأن أول حزب هو حزب الأحرار. وهذا الشيء اللي ولكن الحزب ديالنا الحزب ديال المجموع المغربي
ديال الحزب الديمقراطي. كاين واحد كاين من يقول ماشي من بيت الناس نعطيو في خير واحد تحية للحضور الكريم. أنا سأتحدث عن حزب التجمع الوطني الأحرار وعن الوزارات التي يشكلها الحزب. أولا، لماذا لا يقوم الحزب بحملات التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل الانتخابات؟ لأن هذا هو الأساس، لأن عدد المصوتين مشجع الحزب. وثانيا، متمنياتي أن لا يكون الحزب سلة مهملات لأحزاب أخرى. بالنسبة لوزارة المالية، وزارة المالية لا تبحث عن موارد جديدة فقط. فقط التجار والمهنيون المسجلون بمحض إرادتهم هم من يتحملون عبء الأداء الضريبي، بينما يكثر التهرب الضريبي دون محاسبة ومتابعة لهم. حيث تكثر المشاريع والمنافسة غير الشريفة دون أي محاسبة. ثانيا، بالنسبة لقطاع السياحة في المنطقة الذي يحتاج إلى دفع وتشجيع للمستثمرين، حيث أن هناك شروط تعجيزية لأكثر المستثمرين الحاليين الذين اكتروا أراضي الدولة بشرط تعجيزي ب 20 مليون سنتيم كضمانة دائمة. شكرا. شكرا. بالنسبة كاين دابا طلب مشاريع استثمارية فعلا خاصة في المناطق ديال بومال، كتكرا المستثمرين الخواص كيكريو أراضي الجمهور كيكريوها على سبيل يعني الكراء باش يديروا عليها مشاريع، ولكن كيديروا عليها واحد الشرط تعجيزي، يعني الداخلية كدير شرط تعجيزي ديال 20 مليون سنتيم ضمانة لا كوسيون. بعد التعبير. شكرا. الجواب ان جرح مدينه الغين عميق في كل المجالات، نحتاج الى البديل ونحتاج الى الدواء. شكرا. شركه جديده على الصندوق ديال وزاره الداخليه والبرامج ديال الساده العمال والسيد الوالي ورئيس الجهه. جيد العزه ان شاء الله غادي تحيي، خصنا غير الاولويات. انا هو اللي مازال خصنا في البرامج بطرق ما فيهاش سياسه، ما فيهاش صراعات حزبيه تقول فيها الاولويات، وربما هذا هو برنامج الموسى باستثناء برنامج فك العزه اللي هو متفق مع الرؤساء من الطرق مهرجان. يعني واحد الوقت باش نحاولوا هذه التسميات باش نحاولوا نتصل بالصفير والناس المسؤولين باش يحاولوا يشوفوا. يا خصنا نسين هاد السلسه اللي نغاو شد هو واحد السلسله في المشاكل هاد الناس دان سغيو هاتي الله يخليكم هاتي تاتي تيات الوقت اللي حقلو يسوي لمبو دغيا الحمد لله هاتي تلا الحريه الغوال هاد كاتيات الوقت ما تساوي ديال برا ما تكتب تسحب دغيا هاتي ناخذ الكم تيلي الراحت تيلي لهنا هاتي خصك تروح تكتب يا غير الله يجازيكم بخير عن المكتب يرزم والناور فلاش المشكله يا ولد الديد هذا هو التينيو رئيس الجماعه صفتي رئيس الجماعه يقيم انت من يضر منك هاته بدا يخدم البرلماني يقيم انا اللي تتيجي دور انا بدا يخدم لانه نريد خصنا توصل بدل نخدم نويد المشاريع والناور فلا المشكله يسرسخ في المكتب يسرسخ الميساج ما يمكنش من جهه او شي تليفون او تجاوب ديال الجميع ما يمكنش توفق ديال الجميع لا لا المسائل ديال توفى لا انت اللي توفى افاد من المجلس ما الا يمشي تخوف ديال الدونيس ابو يسون دار الله يجازيكم بخير مرحبا هالمقر راينا والناموري تجا الملف يسرس دينا
ما سولت جيل جميع الرشيدية لا 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 طلبت جيل جميع الشهادة يعني اللي بيبان انا تسكت وصل